السلام عليكم. توفيق أبو الضياء، مؤسس الحاضنة Emerging Business Factory اللي هو لو بروميير انكوباتور بريفي في لا ريجيون دو مراكش صافي. صافي تقريبا واحد 4 سنين وحنا عندنا الشرف كنخدموا مع لو سي ار تي لو كونسي ريجيونال دو توريزم دو مراكش صافي، كنخدموا معاهم في تو سكي ديجيتال، ولكن بدينا دوبي واحد 3 ans الي بوكو بلو لوين، كنشوفوا شنو هو لو موند كرياتيف، لو موند دو لا كرياتيفيتي، كيس كون بو فير انصامبل. وفي هذا العام لو كونسي ريجيونال دو توريزم عطانا لا كونفيونس ديالو ونضم هذا الحفل العالمي اللي هو اليوم العالمي للسياحه، نضموا عندنا واستقبلنا واحد العدد نتاع الاوتور، واحد العدد نتاع حاملي المشاريع، و اون ا بارلي بوندون واحد 3 سوايع تقريبا افيك ان كور اوفير على كيفاش دوزنا هاد العامين 3 سنين، ماشي غير المسائل النيجاتيف. اليوم يوم حفل دونك ما وقفناش عند المسائل السلبيه، ولكن قلنا اشنو درنا مزيان باش نحتفلوا بداكشي اللي درنا مزيان ونتفكروه، لانه ما سمي الانسان انسانا الا لانه ينسى. فاليوم كنحاولوا تكون عندنا واحد الذاكره جماعيه، واحد القلب جماعي على هاد لا ريجيون وعلى البلاد نتاعنا، اننا نخلقوا واحد لا ديناميك نتاع لا كرياتيفيتي اللي بلا بها لو توريزم اي نو بو با سغونوفلي، وما يمكنليهش يحظى بالتنافسيه اللي كنتسناو منه انه يحظى بها، والمرتبه اللي خصو يكون عنده. كنهضروا على الجهه ديالنا، ولكن جميع الجهات اللي في المغرب راه كتدخل في تنافس مع جهات اخرى اللي كتحرك، اللي بحال لي كونتور رجعوا للزيرو مع الكونفينمون. دونك دابا خصنا نفهموا اشنو هما الحوايج اللي خصها تدار دابا، ولكن اوسي اشنو هما الحوايج اللي كتدار في الصيروره وفي الديمومه، يعني احترام الطبيعه، احترام الانسان، نحطوا فلوس نتاع الشبكه ويكون لو سونتر نتاع الاهتمام ولاتونسيون ديالنا. دونك اليوم كنحتفلوا مع المغاربه كلهم بالتوريزم، وكنحتفلوا مع اخواننا واخواتنا اللي خدامين في هاد الاندستري بواحد العامين ديال الصبر اللي صبروه، وبواحد السنين ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي تجي ديال التفوق وديال الامتياز. يعني حاليا كيفاش هي حالات السياحه مدينه مراكش؟ اول حاجه وماشي انا اللي خصني نهضر لي شيفر، جو بونس كو سي بن طبيب من سيختيم كلي يعطيكم لي شيفر، ولكن الحمد لله وصلنا في واحد العدد نتاع لي شيفر، في واحد العدد نتاع لي زيليمون رجعنا للسياحه اللي كانت عندنا في 2019. ولكن مازال ما نفرحوش، لانه بعض المرات كتكون واحد شهر ولا شهرين، ملي كنقارنوها بواحد شهر ولا شهرين في 2019 يمكن تكون الامور سهله. دابا باقي تبعنا واحد الماراثون، ما كناخذوش حنا كوم سبرينت، سا ماراثون باش نردوا الانتعاش لدوك الشركات، ذاك الاقتصاد ديال السياحه اللي باقي كيعيش باثر هذوك لي تريت، هذوك لي كريدي اللي خدا. بزاف نتاع المشاكل جديده بدات كتطرح. تخيلوا معايا انه دي جروب كبار في السياحه دابا ما لقاوش العاملين، لانه تفقدات الثقه في واحد العام ولا عامين، يعني ذاك العامل الصغير ولا الكبير ما بقاش كيبان ليه انه هذيك الاندستري راه يمكن ليه توفر ليه العيش غير لا دينيتي ديالو، حيت يقدر تجي شي بونديمي اخرى. دونك هادو مشاكل جداد اللي كنتعاملوا معها، اللي خصنا نتعاملوا معها بشكل اخر. اللي بغيت نقول هي انه هذا البلد السعيد، كنهضر على مراكش اسفي، هذوك المكونات اللي جعلت منها مده طويله انها تكون لون دي ميور ديستيناسيون او موند، لي غاسين ديالها، الجذور ديالها بعاد كبار، فيهم 1000 حتى 3000 عام. صعيب انه اون بونديمي تاع عام تجي تحيدهم، ولكن خاصنا اون ريستركتوراسيون، وخصنا نشوفوا شنو هما لي نوفو مارشي، لي مارشي ايميتور، واش عندنا اسي دو ترونسبور دو فلو، واش عندنا اسي دو ناراتيف دو ستوري تيلين، حيت عندنا واحد العدد الامور اللي تقادات وواحد العدد الامور اللي تحيدات في هاد العامين، خصنا نهضروا عليها، خصنا نديروا عليها دو ناراتيف. دونك الا سولتيني واش باقي ولا واش رجعنا لانيفو كوريكت في السياحه، كنظن انه المؤشرات ايجابيه، وكنظن انه ما خصناش نفرحوا بها ذاك الفرح المعتاه، خصنا نفرحوا بها ذاك الفرح وعاسين على امورنا وحاضين امورنا، ونستغلوا فرص بحال هذه باش نديروا لا سيليبغاسيون، حيت الا عقلتوا راه لي سيليبغاسيون هما اللي كانوا كيديروا لنا لو توريزم ناسيونال، هما اللي كانوا كيديروا لنا لو توريزم انترناسيونال. ودابا بلدان كبار كيمشيو كيشدوا لا كوب دي موند، ولا كيشدوا دي رونكونتر ماجيسترال كبار باش تكون عندهم ديك لاتراكتيفيتي ويديروا السياحه ديالهم. اليوم الا كانت اليوم العالمي للسياحه خصنا نحتفلوا به، وكنظن انه خصنا نحتفلوا به في كل بيت من بيوت مراكش، كيف ما
دخلنا الهلع ودخلنا واحد العدد نتاع الحزن مدة ديال عامين. اليوم نحتفلوا مع الإخوة والأخوات اللي من قريب ولا من بعيد راه كياكلوا خبيز من هاد لاندستري. السلام عليكم، نوفل وعديل 30 سنة. احنا اليوم في أوبيف اكومباني بالمركز الجهوي للسياحة ديال مراكش أسفي اللي كي نضم اليوم اليوم العالمي للسياحة comme organisé par les destinations mondiales et par l'organisation mondiale du tourisme. حنا اليوم في EBF سي بزاف ديال لي زونتربرونور اللي كيخدموا في لا سفير توريستيك واللي على حساب لي سبيسياليتي ديالهم كيجاوبوا على بروبليماتيك دو توريزم واللي تيقدروا يجمعوا لي فورس ديالهم بور فير دو شاك توت دو توت ريجون اون ريجون توريستيك بامتياز. اليوم عندنا ان بروغرام كي اسي شارجي، كان عندنا بزاف ديال لي انترفونون منهم دي بريزيدون داسوسياسيون دي بريزيدون دو فيدراسيون، كان عندنا دي مونبر ديال لي انتربريز كي اجيست دون لو سيكتور دو توريزم، و عرضنا اوسي على لي على دي جون ديال لاسوسياسيون محمد السادس دي هانديكابي اللي داروا دي اتيليي دو بانتور دي اتيليي دو بوتري جوستمون كلشي في لا تيماتيك ديال لو توريزم. عندنا اوسي plusieurs signatures de livres اللي تيهضروا على مراكش وعلى لا ريجون ديالها، وانا بريزونتي كاع لي زوتي دو كومونيكاسيون اللي قدرنا نصوبو pendant هاد لي دو ديرنيير زاني ديال بوست كوفيد pour relancer justement le tourisme et pour donner à la région كاع لي زاتو اللي خاصها وكاع لي ماتيريال اللي خاصها pour être promu que ce soit au national ou à l'international. حاليا يعني شنو كيف هي حاله السياحه في مراكش؟ مراكش كانوا الناس تيتسناو منها ترجع سي نيفو دو رامبليساج ان 2023 ولا 2024 على سوربريز دو توس. الحمد لله مراكش ردات ديجا سي تو دو رامبليساج اي سي كيك شوز كي ا سوربري مي كي ريشوف اوسي لو كور دي اكتور دو توريزم كي سون انكور بلوس دون لانفستيسمون بور اوفرير اون اوفر ديفيرسيفيي كو سا سوا في لو نيفو دي اكتيفيتي ولا دي زيبرجمون ولا دي اكتيفيتي كولتوريل اي كومباني. ان ديرنيير ميساج ديالك؟ تنبغي نشكر لو سي ار تي اي او بي اف اللي عطاو الفرصه لدي جون بحالي وبحال دوطخ جون اللي يقدروا يخدموا الشركات ديالهم في لو سونس ديال السياحه باش يقدروا يواكبوا تو سكي افونس اون تيرم دو توريزم اي باش تعطاهم لي موايان نيسيسير باش يقدروا افونسيو في لوغ بروجي اونتربرونيريال. السلام عليكم، الاسم ديالي احمد امين الضحيوي، انا مؤسس شركة صلصالة المحتضنة داخل الحاضنة او بي اف ايمرجن بزنس فاكتوري في حي الصناعي مراكش. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للسياحة، وك يعني ممثل يعني في مجال السياحة بفضل ان كنعرض ورشة ديال الفخار للتوريست. دونك انا بالنسبة لي اليوم في واحد الحفل ديال مجال السياحة، واليوم كنستضفوا عاوتاني في الورشة ديالنا داخل نفس المؤسسة اللي هي او بي اف مؤسسة محمد السادس للمعاقين، حيث يعني عرضنا عليهم وهما عرضوا علينا المنتوجات ديالهم بحكم ان عندهم تاهما الخزافيين. هو فوالا كان لقاء بيناتنا انهم يعني حاولوا قدمت لهم ورشه، وبذلك يعني كنا دازت لا جورني مزيان وفي احسن ما يرام. وكيف ما كتشوفوا اليوم يعني ماشي غير ورشه الفخار اللي كانت حتى ورشه الفنون التشكيليه مع الفنان معاد، وداخل مركز ديال بوك سبيس ولا ليسباس ديال بوك سبيس، وكذلك كاينه واحد المناظره حول مستجدات مجال السياحه مع الاستاذ توفيق ابو الضياء وكاع لي زانترفونون داخل يعني لو سيكتور دو توريزم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.